أنا كان لي الشرف أنني نمثل الجماعة والمكتب والمجلس في واحد المجموعة ديال الاجتماعات اللي داروا أونيفو برئاسة السيد الوالي، اللي من نهار كان أعلن صاحب الجلالة الخبر السار ديال أنه راه هناك ملف وحيد مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، وبداو الاجتماعات باش نعرفوا. وكنا ديك الساعات خرجنا الكيل شارج ديال الفيفا قبل ما يصيفطوا لينا، مشينا تنبحثوا تنشوفوا واش مدينتنا مؤهله ولا غير مؤهله. من بعد القراءة متتنية، هذا كنقدروا نقول لكم أنه أكادير، وهذا بشهادة الناس ديال الجامعة اللي مختصين، لأنه يفو كومبخوند كاين أون تاسك فورس في الجامعة، وهي اللي مكلفة بهذا الملفات هذا، بأنه أكادير الريبون داك الكاين شارج تقريبا ب 80%. ونعطيكم بعض الإشارات باش تفهموا. أولا نضيف نبداو من شنو هي البنية الرياضية، البنية التحتية الرياضية. كما كيعرفوا الجميع عندنا واحد ملعب ديال الأدرار اللي كاينه إن باز، سي فغي الفضاء الخارجي ديالو لا يشرف، ولكن هناك برنامج من أجل تهيئة ذاك الفضاء الخارجي. هناك واحد المسابقة اللي ما خصناش نساوها، اللي هي ركوب دافريك دو ميفانسك، من أجل التهيئة لهذيك التظاهرة اللي تاهي مهمة بزاف. هناك الأشغال انطلقت في ملعب ديال أدرار، وجو بونس راه القيمة الإجمالية كنت السي هشام العامل ديال الصحفية راه تتجاوز 400 مليون درهم، تتجاوز 40 مليار سنتيم، يعني راه قيمة مالية كبرى من أجل التهيئة ديال هذاك الملعب. وغتم التهيئة على مرحلتين، هناك أشغال سوف يتم إنجازها قبل كأس إفريقيا، وهناك أشغال كبرى أخرى سوف يتم إنجازها بعد كأس إفريقيا، على أساس أن تنتهي الأشغال في 2028. الأشغال اللي تشمل تهيئة شاملة من ملاعب التدريب، من الكراسي، من التغطية، من إزالة ذاك المضمار ديال ألعاب القوى، من لي فيستيير، الشاشات الكبرى. المهم تم واحد التهيئة، لي بلاص دو ستاسيونمون، وكذلك الولوجيات للملعب. كما كيعرفوا الإخوان كاين دابا جوج الولوجيات، ولكن غادي يوليو أربعة. ديو ميرسي برنامج التهيئة الحضري جاب واحد الإضافة كبيرة، سورتو الفضاء الملعب، لأنه سوف يتم الولوجيات سوف يتحسنوها بدرجة كبيرة، حيث أنه لا فاي إكسبريس فاش كندوزو سوف تعرفوا إعادة التهيئة. لا فوا دو كونتورنومون اللي دارت حتى هي غتعطي واحد نقولوا ممر اخر للملعب، باش غيوليو عندنا اربعه ديال المداخل الكبرى، وداك الاكتظاظ اللي تيكون في بعض المباريات انه ما يبقاش. البرنامج اللي صدقنا عليه هذا المجلس هذا، لا في اطار برنامج التهيئه الحضاري والاحياء الناقصه بالتجهيز، اننا دخلنا سفوع الجبال بواحد القيمه ماليه كبرى. وهناك في ديك لا كونفونسيون ديال لا فواري دو بروكسيميتي اللي صدقنا عليها ديال 700 مليون درهم، راه كاين الحي المحمدي وكاين مجموعة الأحياء التي تحيط بالملعب اللي غادي تشملها التهيئة. دونك كنا سباقين، وكنا كنفكروا أنه خصنا نهيئوا هذه الامتحانات.